اهلا وسهلا، مرحبا بكم في بالمكشوف. اولا التحيه نوجهها لنجم احلى كره قدم تونسيه لعبت حمادي العقربي. قولوا له حمد الله عليك يا حمادي عقربي، حمد الله اللي كونه الشفاء قاعد، يعني انت سير في الشفاء بصفه طبيعيه. الكل نتمنوا لك عوده سريعه لابتسامتك وايضا لحضورك المتميز. الله لطيف يا حمادي العقربي. في بالمكشوف اليوم بطبيعة الحال باش تقول لنا عودة مفصلة بالصورة والصوت على مداولات الكاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم في خصوص ملف النادي الافريقي، ملف ايضا النجم الرياضي الساحلي هيثم الراجدي كان حاضر، بما انه هيثم كيمشي ما يرجعش فارغ. زاد جاب لنا حديث مع المترشح الى الاتحاد الدولي الفيفا العربي القطري محمد بن همام، وايضا عمليه القرعه باش تشوفوا القرعه اللي جرات والمجموعه العربيه والمجموعه الافريقيه اللا عربيه ان شئتم. ايضا باش نحكيوا على العنف، هذا الغول اللي مازال في كرة القدم التونسية بالرغم التحذيرات والتدابير اللي ياخذوا فيها الناس الكل على جميع المستويات، مازال العنف والعنف الخطير للأسف. باش نحكيو على الملعب التونسي، الجلسة العامة نتاعو وقتاش باش تتم، في حين لم يتقدم ولا أحد بترشح لرئاسة النادي. أيضا باش نشوفوا حوصلة لأهم الأهداف واللقطات بالنسبة للجولة 19 وأخبار متفرقة أخرى. مرحبا بك سي هيثم الراشدي. اهلا وسهلا بك سي منذر، اهلا وسهلا بكافه الساده المشاهدين. والاناقه زاد هذه ما تمرش دون ان نشير الى اناقتك. ظاهر فري شوب خدم وانت عايد من مصر. لا مش فري شوب ولا لا، من بلجيكا خاطر عندي شكون في بروكسل. اما لا مش شكرا ليك، مش مصر زاد. شكرا ليك. رحب معايا بالحاج. ايه ذاك علاش نقص من هنا باش اعطيته اللي هو شويه. مرحبا منصف. بيك عايشك. شكرا ليك منصف. مرحبا سي حاتم. مرحبا بك. ثم على يميني اكل يعني المستشارين من نوع الرفيع الاستاذ. مرحبا بك استاذ كمال. مرحبا اخويا. اليوم نهار راهو فيه برشا جدالات قانونيه وطالب منك تبدا في فورو من غير ما ترجع للكتاب، العلم في الراس. اليوم بلاش كتاب. شكرا لك. جلال مرحبا. مرحبا يا منظر. ومرة نقول اخرى يحيى الاولمبي الباجي اللي ما خذاكش وخلاك لينا، حتى هو قاعد يربح راهو. المقامي مش مسلكها والله وصلي على النبي عليه. دخلتك حاج باقي نبدا بيك. في اجراءات العاده وانه من المنبر هذايا ديما نقول للجماعه خلونا نبدا بكم انتوما، فما سباق نهار الاحد هذايا، سباق اللي يهمنا احنا اصحاب الكروش هذايا، هو سباق مفتوح خمسة كيلومتر مفتوح للجميع للجميع، كما قلت انا للكبير والصغير وليدي على حسير. عملت له روتاري بلفيدير بالتعاون مع الجامعه التونسيه لالعاب القوى. لكن في نفس السباق هذايا فما ناس البروفيسيونيل اللي نحن ما نلعبوهمش، اللي هو 21 كيلومتر للقدعان سميته انا، وال 21 كيلومتر هذا يدخل في حسابات الجامعه التونسيه والجامعه العالميه. علاش نقول الكلام هذا؟ لانه راهو باش يجريوا في السباق هذا. 21 كيلومتر اذا تحطم رقم قياسي ولا حاجه راهو يدخل في الحساب الاوفيسيال. ولذا ندعوكم انتم وندعو الساده النظاره اللي قاعدين يتفرجوا فينا الكل، نهار الاحد يجيو للاك يعملوا جاريه صغيره حلوه نتاع 5 كيلومتر، والكل نتفرجوا بعداش في ال 21 كيلومتر. شكرا لك منصف. كمال انا كنت تحكي على العنف، العنف وهالغول هذايا، نحب نقول ثم معناتها حاجه الجمعه هذايا شدتني، هي فوز في اسبانيا برشلونه، معناتها فازت بلقب البطوله. ثم حاجه تعرفوا الصراع الازلي اللي بين ريال مدريد وبرشلونه، ومع ذلك نلقاو اشاره عابره ان شاء الله يفهموها في تونس على العنف. كازياس الحارس نتاع ريال مدريد وقائد فريق الريال يبعث تهنئه الفريق برشلونه، معناتها شوف حجم الصراع اللي موجود وحجم الاموال والاستثمارات اللي موجودين في الفرق هذوما، ومع ذلك وقت الكره قالت حكمها وبرشلونه هز اللقب اول حاجه عملها انه هناهم. ان شاء الله يفهموا اللي يمارسوا في العنف في الرياضه في تونس الرساله نتاع كازياس اللي ماهيش اول رساله، نعرفوا موقفه من كأس العالم وذهبوا لغزة، دونك إن شاء الله يفهموا الرسالة. ما زلنا بعد، ما زلنا بعد برشا نفهموا الرسالة. مسألة عقلية ووعي. سي حاتم تفضل. هذه اللي حكيت ما زلنا بعد؟ ما زلنا بعد، خاطر بالحق. نزيد الدخلة. والله باش نحكي على قطاع التحكيم، احنا في البطولة نتاعنا الباهية ديما كل جمعة نلقاو ديما مشاكل، كل واحد يتشكى معنا من الحكام، وثم حاجة أنا لاحظتها في تونس، علاش معناها كل حكام نعرفوا الانتماء نتاعو معناها الجمعية نتاعو اللي يحبها، معناها ثم
ثم ريسك لازم تصير في جينيراسيون جديده اللي باش تطلع بشويه للتحكيم اللي يخبي الفريق اللي يحبه باش هكا ما يتمش التشكيك به معناه في مقابلات ولا كي يزفر. معناه نشوف انا كير في تونس هذا متسمي على الترجي، هذا متسمي على الافريقي، هذا متسمي على معناه متسمي معناه اللي هو يحب الفريق. لا نعرف مي علاش علاش معناه الانتماءات نعرفوهم معناه معناها حتى بالنسبه للحكم في مقابله كي يمشي يزفر في مقابله وتبدا الفريق هو اللي يحبه يلعب على البطوله ينجم تصير معناها حاجه وهكاك يلوموا عليه. انا نشوف واحنا ما هو راهو يعطوه الثماره وقت تدخل التحكيم سلك التحكيم من جمله الارشادات اللي يحطها اذا كان لعب معنا فريق واذا كان يهوى انا فريق. انا نشوف معنا الحاجه هذه معناها من رايي غالطه لانه في الاربيتر قد ما يبدا معنا بعيد اليوم كولينا نتاع اللي كان يزفر حتى اللي نكمل ما يعرفوش شنو الفريق اللي لا الناس الكل تعرف حاتم. لا الناس الكل تعرف حاتم. اما لا حاتم اذا كان حكم لا اذا كان حكم حاتم ما تعرفش شنو الفريق اللي يحبه ولا ما عندوش حتى فريق يحبه معناها ما ينجمش يكون حكم تاع كوره مضروب بالكوره معناها لازم يكون عند ولد الكوره ولد كيما الصحفيين كيما الصحفيين سي منذر لا ميساج حتى كيما الصحفيين مثلا يكذب عليك اي صحافي يقول لك ما عنديش جمعيه انا ولا ما نحبش الجمعيه. اذا كان ما يحبش الجمعيه وقرا صحافه قرايه ما ينجمش يكون يعطي روح للخدمه لازم تكون مع ولد الكره ولد الدومين باش ينجم يعطي الاضافه كيما الحكم زاد. احترم رايك اكيد رايك خاطر الصحافي باقي يحب المنتخب الوطني. لا لا عنده جمعيه كل صحافي عنده جمعيه تحدى الناس كل. والفنان باقي يحب المنتخب الوطني يعني انا كملت الدخله حاتم كمل برشا فيه صحه في كلامك هيثم بطبيعه الحال سي جلال منظر نهار 23 ماي تنظم الاداره الفنيه لكره القدم يوم رسكله اللي هو الهدف منه اعاده لك المعادله نتاع الشهايد اللي كانوا كنا قبل البروميير دوزيام تروزيام دوغري دونك المناسبه هذه باش تكون للمعادله باش نقول له كيما الكاف وكيما الفيفا ليسونس ا بي سي مش هذا المهم في الحكايه دي كل دونك هذه دعوه للزملاء الكل لكن الفت انتباهي بكل صراحه لقطه فنيه نوهوا بها اللي قام بها الاداره الفنيه وعلى راسهم المدير الفني سي محمود الورداني هي توجيه استدعاء زعما تلتحق بالاداره انت؟ لا كنت نخدم انا في الاداره نخدم وخرجت دونك انا وهذا ديجا علاش عرفت الحكايه على خاطر وقع الاتصال بيا من طرف سي محمود كل الاطارات الفنيه اللي سبق لها كل معناتها وخدمت وكانت مشاركه في الاداره الفنيه وقعت توجيه دعوه اليوم وهذه مناسبه معناتها عيط بكل صراحه معناتها بذل مجهود كبير باش استدعى اسامي اللي مناسبه يمكن انا حتى من المدربين اللي تلاقى باش تشوف اسماء في قيمه سي عبد المجيد الشتالي سي توفيق بن عثمان سي عامر حيزم معناتها يعني برافو الاداره الفنيه بكل صراحه لقطه تشكر من الاداره الفنيه. النادي الافريقي يعطيك الصحه النادي الافريقي هيثم سامحني عندك دخل هيثم انت بطبيعه الحال والله في نفس الاداره سامحني لا سامح ميسالش ما انا صغير انا بعد انا صغير معناها كبرنا لا ميسالش لا انا في نفس الاطار خاطر تو كان الماتر يحكي على كازياس والحركه اللي قام بها وحركه باهيه في ظل معناتها التنافس الشديد الموجود نحن زاد فما صار تقريبا في نفس التوجه يعني في تونس في رغم الظروف الخايبه وماتشويتا ويكلو كل فما قاعدين نشوفوا في ملاعبيه قاعدين يبرزوا قاعدين يقدموا في مستوى كبير خاصه بالاخص نحب نتكلم على حراس المرمى اللي رامي جريدي وايمن بن ايوب خاصه ايمن بن ايوب اللي البارح شفناه في مباراه حمام سوسه وجرجيس قدم مباراه كبيره وحتى الفريق البرنامج سي صالح والولاد الكل حضروا له فقره خاصه وكليب معناها ماذا بينا هذا نداء للملاعبين الكل ينسجوا على المنوال هذا وعلى الحراس هذوما يقعدوا يتلهوا بالكره نتاعهم ويقعدوا يخدموا على ارواحهم وراهو ماذا بينا نقعدوا نشوفوا الصور هذيا نتاع الكليب الكل اهداء لكل لاعب وقت اللي يتميز خير من نشوفوا نعديوا صور نتاع ضرب ونتاع عون في الملاعب. صحيح شكرا لك هيثم. النادي الافريقي انتدب فوز المدرب هو زي الكل تعرفوه ما جبت شيء جديد لكن الجديد اللي تو عمليه التركيب انتهت منذ قليل اول تدريب لفوزي البنزرتي مع النادي الافريقي والندوه الصحفيه اللي عقدها سي فوزي البنزرتي وسي جمال عتروس رئيس النادي الافريقي في التحقيق التالي. معتز بوجودي في انتونا في النادي الافريقي لانتي افريقي فريق كبير فريق عريق فريق اللي خدمتيه عديت فيه عدد مواسم طيبه عندي ذكريات طيبه ونشكر بالمناسبه سي جمال والمجموعه نتاع النادي الافريقي الكل اللي عطوني ثقتهم وهذا حاجه معتز بها وبارك الله فيهم فهمتي وان شاء الله منك الخير.
رينا ورجعنا بوبكر زيتوني مالغري الغلطه اللي صارت قام بها. دونك النادي الافريقي ديما يحب ولاده دونك ويحافظ على ولاده دونك رجع يختم مع مختار. وبالنسبه للديليغي باش يكون الهدي البياري دونك ولاد النادي هما اللي متفقين حول الفريق يعني نتاعنا. وكما وعدنا نحن في الجلسه العامه راهو شوف الموندا تاع رئيس الجمعيه ما يبدا كان نهار 1 جويلي ونحن حاضرين باش ننتدبوا اللي يصلح للنادي نتاعنا بالاكور تاع سيفاوسي. لازمني نعرف معناتها الخفايا اللي موجوده في الفريق خاصه لان من الناحيه الاداريه ومن الناحيه الماليه ما نصورش نادي افريقي فهمت ولو في بعض المشاكل لكن مش مشكل. من الناحيه الفنيه ومن ناحيه اللاعبين بنشوف شو فما شماش كيما نتكلموا على الريكروتمون. انا ضد الريكروتمون مسيف والريكروتمون معناتها كيما جات انا ضدهم. لازمنا كونه جمعيه تكور في التيران ولازمها تراهن على القاد واهم نقطه هو لازمها تلاقوا بالشبان نتاعنا باش تحضروا المستقبل نتاعنا باش نهار اخر تعمل كان على ولادك. دونك ويصبروا شويه فوزي جي ونظفوا جمعيه ونحضروا جمعيه تراهن على القاب. درب محظوظ برشا لانه ينجح ما ينجحش ديما اسم كبير وديما معناتها في الاخر بكل كل فريق يلتجا له. هذا للاسف ماهوش موجود بالنسبه للمدربين الشبان. فوزي بن زلتي معروف ما فهم حتى واحد ما يشك في القدرات الفنيه نتاعو محسوب من احسن الممرنين في تونس اللي كان ما يكونش احسنهم وان شاء الله طويكا ممرن جبناه ممرن محسوب ممتاز ان شاء الله الملاعبيه يعاونوه وان شاء الله الجمهور يقف معاه وان شاء الله ربي ان شاء الله ربي معاه. ما هو الا مدرب ياخذ فريق معناتها اللي تراه مارش كما نقولوا ياخذ القطار وهو يسير ماهوش كما مدرب يبدا بدايه الموسم يبدا اهدافه واضحين ويعرف الملاعبيه نفس الكل معناها تجمع لفوزي بن زرتي احسن انترونور معناها في تونس. بصراحه جمهور النادي الافريقي كله فرحان ياسر ويستنى نتائج ايجابيه برشا مع السيد فوزي بن زرتي وان شاء الله ربي ينجحوا ربي ويوفقوا. جوست كلمه واحده لجمهور النادي الافريقي خليه يخدم على روحه. فوزي بن زرتي في اول حصه تدريبيه انا سمعت الاحبه يقولوا وكان النادي الافريقي سيراهن على ثلاثه القاب يعني البطوله والكاس وكاس الاتحاد الافريقي وهذا معناها دليل لكونه هو مدرب المرحله والمدرب اللي ممكن باش يصلح برشا حاجات في النادي الافريقي. نجيك حاتم. الانتداب وحصل نحن باش نحترمه بطبيعه الحال قرار النادي الافريقي ونفرحوا له ونتمنوا له النجاح مع سي فوزي بن زرتي. كيفاش ترى الانتداب هذا انت؟ شوفوا الانتداب فوز بن زرتي معناها نجح في تونس مع الانديه معناها هذا واضح معناها حتى حد ما يشك في هذا. لكن وقت اللي كان بعدين سي جمال جا لهنا كان معناها قال باش نحط ديريكتور تكنيك معناها اللي هو باش يتلهى بالانتدابات وهذا اللي انا ديما نحبذه معناها في الكوره اللي يكون موجود معناها واحد فني هو اللي يعمل الانتداب تاع المدرب هذه هو اهم حاجه. لكن هو كقيمه معناها في الانديه ودرب الانديه نجاحه واضح معناها في الترجي في الـ في الـ في النجم في عده فرق معناها الافريقي قبل معناها وان شاء الله يوفقه. لكن انا بطبيعتي ديما نمشي الاداره للتسيير والفنيين للكره وهذا اللي ما صارش. كنت جلال انت المدرب سمعت جمال عطروس اش قال؟ قال نحبوا فريق فيه الشبان نتاعنا فريق يلعب الكرة ويلعب على الألقاب برنامج كبير صحيح يظهر لي كما نعرفوا احنا حكينا حتى قبل هوني جمال العطروس والهيئة نتاعو جاو في فترة يمكن حساسة كل شيء براتيكمون 80% من أهداف تاع النادي الإفريقي في أول موسم تحسموا قال لهم إلا الهدف واحد هو تشامبيونز ليج مرحلة ثانية توا اللي هي الاتحاد الكافي الاتحاد كاس الكاف كاس الكاف. دونك بالنسبة لهم المرحلة هذه وفات توا ثم مرحلة جديدة ثم ديبيو نتاع سيكل جديد. فوزي بن زرتي يظهر لي ماهوش غريب على النادي الافريقي ماهوش غريب على الكرة التونسية. الإدارة معناتها والأحباء تاع النادي الافريقي ولا المسؤولين شافوا اللي فوزي بن زرتي هو ينجم يكون رجل المرحلة هذه قادر باش يحقق الأهداف. أكيد توا يظهر لي عنده شوية متسع من الوقت بعد نهاية المرحلة الأولانية عنده شهرين ما توفى البطولة ويظهر لي نجم يخدم أريحية ويحط الأمور الأهداف نتاعو كيف ما ينبغي. البرنامج اللي قالوا جمال عطروس راه ينجم يتحقق مع فوزي بن زرتي علاش إذا كان خاصة فوزي بن زرتي قال أنا ضد الانتدابات بالجملة. والله منظر أنا برنامج راهو ماهوش المدرب راهو الأهداف يحددها النادي. هاو الأهداف تقالت الأهداف الأفريقي النادي الأفريقي موجودين معناها ثم كما نقولوا احنا عمود فقري في الكليب موجود ماهوش يعمل انتدابات كبيرة باش يجيب لاعب اثنين يمكن. اما النادي الفريقي موجود اللاعبيه نتاعهم ممكن كان